اسمحوا لي قبل ما نبدأ بس أقول لحضراتكم إن ده خبر عاجل لسه نازل يعني من دقائق قليلة جدا، وهو نصه كده: الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال إن لاعبي الأهلي هيحصلوا على مصل كورونا في إطار البرنامج المتبع ده ضمن الوقاية من الفيروس. وأوضح تحديدا إنه بعد التشاور مع كابتن سيد عبد الحفيظ تقرر تأجيل حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني على مصل كورونا لحين انتهاء الفريق من لقاء العودة أمام الترجي التونسي. بقى هيحصلوا على المصل ولكن بعد مباراة العودة أمام الترجي التونسي. أشار أيضا استكمالا للخبر دكتور أحمد أبو عبلة إلى أن الجهاز الطبي يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لحصول لاعبي الفريق على مصل كورونا، ولكن تم تأجيل تطعيم اللاعبين حتى الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي، وذلك طبعا للحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراتين. كمان أضاف أبو عبلة قال إن أكرم توفيق وبدر بنون بيشتكوا من إجهاد خفيف في عضلة السمانة وهيشاركوا بشكل طبيعي في المران اللي هو هيكون يوم الثلاث بعد الحصول أو حصول الفريق على راحة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب أمام الترجي. حبينا بس نقول لحضراتكم إن ده خبر نزل زي ما كنت بقول من دقائق قليلة.